أيها السادة، للمزيد حول مؤتمر إعادة إعمار العراق يسعدنا أن يكون معنا في الأستوديو الإعلامي والكاتب الصحفي نجم الشمري. أستاذ نجم، مساء الخير، حياك الله ويانا في هذا المؤتمر، مؤتمر إعادة إعمار العراق. دبلوماسية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه استطاعت أن تحشد العالم للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق. برأيك ما أهمية هذا المؤتمر بالنسبة للكويت؟ طبعا هذا مثل ما تفضلت، هو يعني هذه الرعاية السامية من صاحب السمو من الكويت الجريحة من الغزو خلال قبل 27 عاما، وننتهي بأن الكويت تساهم بإعادة إعمار العراق. هذا التزام أخلاقي والتزام أدبي والتزام اقتصادي والتزام إسلامي والتزام الشقيق للشقيق. فهذا الالتزام ترجم عمليا بإعادة إعمار العراق من خلال رئاسة خمس دول: الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة هذا الجمع في يعني وتحت هذه الرعاية السامية وفي دولة الكويت له معاني ومغازي كبيرة وسامية سيخلدها التاريخ في القادم الأيام، وسيؤكد بأن الكويت التي دائما ما كانت حمام السلام وكانت داعمة للأشقاء سواء في سوريا أو في مواقفها السابقة برأب الصدع العربي قبل الغزو، وحتى وصلنا إلى إعادة إعمار العراق. هذا العراق الذي لم يبنى من 40 عاما، من 38 عام اللي هي بدء الحرب العراقية الإيرانية اليمنى، ويتجمع به هذا الحشد الدولي الرفيع والمهم في دولة الكويت. هذا يعني له دلالات عظيمة وله قيم عظيمة سيذكرها التاريخ العربي بل التاريخ الإنساني. نعم، يعني لابد مثل هذه المؤتمرات، أستاذ نجم وأنت الكاتب والصحفي والإعلامي كذلك، هذه المؤتمرات دائما ما تواكبها يعني تحديات ورهانات كذلك. طيب، ما الرهانات التي تعول عليها دولة الكويت والعراق على هذا المؤتمر؟ نعم، دولة الكويت والعراق تعول على جمع ما يقارب من 100 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية في العراق. العراق بحسب ما يعلن رسميا وابتداء من خلال التقارير الدولية بأنه حاجة إلى 100 مليار دولار من الشركات وليس الدول. هنالك حوالي 1500 شركة قيدت للمشاركة بإعادة الإعمار، منها 100 شركة أمريكية، البقية دول أوروبية والصين. هذه الدول وهذا التجمع الدولي حتما سيبنى عليه آمال كبيرة لإعادة الأمن. يعني حينما يكون هنالك استقرار اقتصادي وتكون هنالك بنية تحتية جيدة في أي دولة، هذا يعزز الأمن والاستقرار النفسي وإعادة تأهيلهم النفسي. العراق مر بحروب كارثية خلال السنوات الماضية، وهو ومن ضمن المؤتمر وأعمال المؤتمر هنالك 80 الدولة للمجتمع المدني للمساهمة في إعادة الإعمار العراق من في إطار مؤسسات المجتمع المدني، وهذه يعني جدا مهمة بالإضافة إلى الأموال المزمع أو المتأمل جمعها من خلال الشركات. خاصة أستاذ الفاضل بأن البنك الدولي هو الضامن لهذه الشركات، ولذلك هذا أكبر تحفيز وأكبر أمان للشركات العالمية القادمة من كل أرجاء العالم لإعادة إعمار العراق. نعم أستاذ نجم، يعني كما سمعنا قبل قليل في تصريح للأستاذ محمد أبو الحسن أن الدعم المقدم هو من نوعين، نوع إنساني ونوع استثماري خاص. برأيك أو كما استشفيت، أين سيتركز أو نصيب الأسد من دعم الإعمار؟ سوف يكون في المنشآت الصحية، يعني نعم الأولوية نعم للمنشآت الصحية نعم أم للتعليمية أم للمنازل بالنسبة نعم بحسب ما أعلنه العراق حاليا هو إعادة تأمين المساكن والبنية التحتية للمهجرين العراقيين من داعش. العراقيين هجر حوالي 5 ملايين في داخل العراق إلى مناطق أخرى لأن مناطقهم هدمت. العراق استطاع خلال الفترة الماضية بإعادة 2.5 مليون إلى 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 مساكنهم، وتبقى 1.5 مليون. هذا 1.5 مليون على وضع اقتصادي مثل العراق الحالي هذا يعني رقم كبير بالنسبة لهم، ولذلك هم أعطوا الأولوية لإعادة إعمار ما هدمه داعش وإعادة البنية التحتية العراقية التي توقفت
منذ عام 1980 وهي الحرب العراقية الإيرانية، ناهيك عن الحروب اللي استمرت والتي دمرت ما تبقى من هذه البنية التحتية. ولذلك العراقيين يركزون على هذه البنية، وهذا بالفعل يعني البنية التحتية عادة في أي دول العالم هي ستأخذ النصيب الأكبر من الشركات التي ستساهم في إعادة إعمار العراق. سؤالك حاليا من سيتحفز أكثر؟ وبإيجاز أستاذ نجيب، من سيتحفز أكثر لإعادة إعمار العراق؟ طبعا هذه الشركات. العراق بلد غني وثري ويرقد على بحيرات من النفط والمستقبل للعراق، ولذلك هذه الشركات وهذا الحشد الدولي حينما يأتي هو يعرف أين آتي ويعرف أين سيستثمر أمواله. هذه الشركات خاصة ستنجح في عمل أرباح جيدة في لمستقبلها المقبل. نعم، الإعلامي والكاتب الصحفي نجم الشمري، شكرا جزيلا لك، ونأمل إن شاء الله نلتقيك إن شاء الله في مناسبات أخرى. شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ نجم.